مزيان كاين بعض الفلاحين حابين يديروا عمليه التصدير بصح ما مش عارفين كيفاش يديروها وكاين راهم تخوف. انت واش تقول لنا؟ بون هو في الحقيقه سؤال مهم. مؤخرا شفنا بانه كثير هناك حديث كثير على عمليه التصدير خارج المحروقات، تصدير المنتوجات الفلاحيه خارج المحروقات، والفوائد الكبيره تاعو اللي تعود للجزائر من مدخولات ومداخيل للعمله الصعبه. انت قلت لي ولا سهل يعني باش نديروا عمليه تصدير. عمليه تصدير هي في الحقيقه تيوريكمون بارلون كي نهضروا على الجزائر وما تملك من مقومات طبيعيه نقدروا نقولوا بانه سهل ونقدروا نحققوا نتائج جد مرضيه ونتائج ممتازه في تصدير المواد الفلاحيه. ولكن تطبيقيا يلزم لها خطه محكمه ودراسه محكمه باش ندخلوا في عمليه التصدير. سي با فاسيل. الحاجه الاولى لازم دراسه الاسواق الخارجيه، الاسواق الخارجيه واحتياجات الاسواق الخارجيه من المواد الفلاحيه اللي راح نصدروها لهم. ومن قبل ما نديروا الدراسه هذه الخارجيه باش ندخلوا في عمليه التصدير، اولا يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي.